السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائر على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمن يتفوى بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة. ووافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه يعاقب بالحبس من 2 إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائرية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.